أسست قرقنيرة هذه عام 85، قاعدة تنشط بجميع الفروع نتاعها بالكرة القدم حتى عام 2000. عام 2002 تحل النشاط نتاع في كرة القدم. رجع مبدئيا بالنسبة لقرقنيرة هذه عندنا 340 مجاز تنشط في جزيرة قرقنيرة. نتاعكم انكم تنشطوا في وسط الجزيره مش في الجزيره قرقنه، والميزه اللي عندنا احنا هي معناتها 100% اللاعبين نتاع جميع الفروع وجميع الاصناف هما قرقنه من اصل الجزيره. برافو. سيرة ونامس وعندي عطارس ما نجمش كوا حدث هام كيما قلت معناتها فيه مش كل يوم مش نلعب في الباهي. ان شاء الله حبيت تلعب ولا بالطبيعة فما الزرارق فما جاي لا ما نجمش نريسكيو توا. باهي تفسر لي علاش مهم الحدث هذايا بالنسبة للواحد يجي من قرقنا بقعة بعيدة يحب يكون في البارك. هو خاطر كل جماعة كبيرة وخاطر الجروب ديجا عندنا برشا ولاد صغار معناتها فريسك في نفس العمر معناتها باهي بشوفوا النيفو نتاعنا بارابور معناتها جمعية كبيرة. جمعية وطنية أولا مش من اليوم. أنا كنت نذكر توا نهارين توا برك أنه في البريمي مي كان الاتحاد وفرحات حشاد كان نظموا جي اندري حسين لزويتي اي برومي 151 وعندنا نتصاور عاد هذه كانت تلعب فيها الاسبيرونس والكلوب شكون كان يربح ويعمل فرحات حشاد ويعطي الكوب للكلوب ولا الاسبيرونس كجمعيات وطنيه وكعمليه وطنيه في قلب الاستعمار. باش نوريك المعنى بتاع وقت هذا كنت تحكي فيه توا نهاري. ثم الناس اخويا الله يرحمه كان يلعب في الهاندبول مع يلا مسلي يعني رغم احنا راهو كبرنا معناها اسبيرانتيز فاهمك اما ناصر كان يلعب في الكلوب لانه احنا من تدريب صواف ومونفلوري والكل باب جديد باهي اللقاء هذايا باهي اللقاءات هذه باهية خاطر هي شنو الرياضة؟ هو الرياضة هي مش هدف الناس مش تعمل الرياضة من اجل الرياضة في الحال حاجة باهي البدن وسيلة متاع ولكن هي اكثر تعارف واكثر هزوا ريتم شوية نقدر نتصور أحلى حاجة تنجم تقديها يا مريول أكيد أخيت ذكريات كبيرة في السواء في قرقنا ولا في النادي الأفريقي وإحنا الرياضة مجعولة باش تقرب الفرق هذه لبعضها باش تقرب العباد لبعضها وأنا نشوف الفرحة اللي موجودة في عينين أصحابي وإخواني اللي جاوا وفي عينين سينات في عينين وكيف كيف معناها حتى المسؤولين نتاعنا لهنا في النادي الأفريقي ما خسروش الحقيقة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المستقبل للفريق نادي المحيط قرقنا وقرقنا الرياضيه خاطر الفريق هذا هو الفريق اللي ينشط في الجزيره وان شاء الله كيف احنا كنادي افريقي المستقبل يكون خير والباقي في التظاهرات هذوما هو انه نقربوا الجمعيات لبعضهم وهذا مهم ياسر وان شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل. بريزيدون مرحبا تقدم لنا روحك. رضا جراد رئيس جمعيه قرقنه الرياضيه. خونا نادر كورنا حتى واحنا صغار يا حسره واحنا صغيرات في الطح كل شيء يعني انت سالتي برشا حاجات توك قلت لي كورت اي ايفينمون كي من هكا خلينا من الكوره شوف اهم حاجه هي احنا وليدات معنا وليدات صغار رجعناهم كان عام السناب واهم حاجه هو نحبوهم جمعيات الكبار وهذا راهو بهيلهم ياسر احنا ما احناش نخدموا كالبزل تاعهم نخدموا عليهم كاشخاص خاطر تعرف طبيعه الجزيره طبيعه مغلقه ما تمشي فيها شكون باش يربح؟ شوف فماش واحد يلعب باش لا اليوم يزيد لا اليوم نحب نربح سيدي يا سيدي اسمع
احنا علاقتنا بنادر وعندنا ياسر محبين ترقنا النادي الافريقي ان شاء الله نعملوا خليه سي نادر وكركر ياسر جماعه محبين اي هذاك الدور الجزيره في هذا الكوب اسكوره شد صحيح سي نادر شد عندك كلش قاعد تروح تو الباساج نتاعكم في البارك لا يتعلمنا برشا حاجات اي سورتو لازمنا برشا خدمه فيزيكمون اي سينو عندنا باركور ان شاء الله خمس ماتشات نربحوهم تعدي قلت لي احنا والكلوب يستاهل احباب والكلوب يستاهل احبابك يستاهل خينا جا ربي تروح اليوم شنو قاعد تعمل اليوم والله سميح والولاد صغيرات بهي اي نتاعكم صغيرات تبارك الله عليهم ربي يوفق ان شاء الله الكليب ان شاء الله بس يا عايش ان شاء الله بطوله سنه عندك ان شاء الله مساء عليكم واحسن طبيب عايش بس قد ايش ويت ترى نيول واحد واحد شمله فيها الاخرين ترى باليريتي مش محسوبين سي سامي جاتنا قرقنه الرياضيه مش محيط قرقنه ايش يفكرك الحكايه قرقنه هذه والله هو بالحق في الديبيو تاع الماتش حكينا فيه انا وزي نادر قلت له سام غابيل كلك شوز خاطر تبارك الله وقت الشامبيون نتاعنا نتاع الرباعيه جي ماركي لو دوزيام بوت ضد قرقنه وسما كبير سي زي وسما في دنيا حمراء وبيضاء بارتو سما في بليزير علاش خاطر حلوه الفازه عجبتني خاطر سو سون دي سوفونير حلوين ياسر فهمت سورتو الفيكتوار وقت عملنا فيكتوار نتاع الشامبيون جي ماركي لو دوزيام بوت فهمت وي سيتي بيان سي شنو رجعك البيرسونيل 3 كي تراك عبيت تكور عندك لوبي باش ترجع تكور سير بيان سير لا عندي 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 بوكو ما تعرف تو البدن ما عادش يجاوب كيما قبل عمري 50 سنه مي المخ ماذا بيا نقول خساره علاش ما جاش مثلا الفرص كيما تو اللي قاعدين يجيو تو جاونا احنا قبل فهمت مي نتمنى نقول احنا ديما نقولوا يا ربي ان شاء الله جمعيتنا تكون ديما الفوق ونقعدوا ديما موجودين فامي فهمت راهو ديما نقولها لك هذه يا سي معز قلت لك طون دو فوا راهو كيبدا واحد فيها في الجمعيه ديما يموت عليها ديما يحبها خاطر الوقت اللي عندي واحد في الجمعيه اكثر من عندي في العائله نتاعنا فهمت مي ديما نقول يا ربي ان شاء الله جمعيتنا تقف على ساقيها وان شاء الله نعملوا مستوى خير برشا ونجيبوا التيتروات نتاعنا ونفرحوا مع بعض ونفرحوا مع بعض عايشك سي ميرسي بوكو هاي ربي فضل